المؤتمر الشعبي العام أدارت دولة كاملة منذ اللحظة الأولى له بالحوار وبالتفاهم وبالتفاوض بين جميع شرائح المجتمع اليمني، ولم يسبق أن قمعت لا جماعة ولا أشخاص ولا حزب ولا تيار في عهد حكم علي عبد الله صالح كامل. لم يكن عندنا سجل رأي واحد يا عزيزي، خلاف لكل بلدان المنطقة العربية تقريبا فيها سجناء رأي كانوا بالآلاف. اليمن الوحيدة التي ليس فيها سجين رأي واحد على الأقل من بعد عام 90 وحتى آخر فترات حكم المؤتمر الشعبي العام. على أي حال، هذا المسار يجب أن نستفيد منه اليوم في توحيد الصف من جديد، والدعوة الجمهورية السبتمبرية الأصيلة لتوحيد الصف ضد العدو الحوثي الذي يستهدفنا اليوم جميعا كيمنيين. كل اليمنيين اليوم في مرمى إيران الحوثي كيمنيين أولا وكجمهوريين وكسبتمبريين، لأن من لم يؤمن بفكرتهم فهو حلال الدم، والواقع خير دليل على ذلك. لسنا محتاجين لبسط كثير من الأدلة. هذه السمة البارزة في ناهج وأدبيات المؤتمر الشعبي العام يجب أن نستفيد منها اليوم وأن نعززها، وأن يصطف اليوم كل الأحزاب والتيارات السياسية والمستقلين والشباب الجدد أيضا في إطار الدفاع عن قيام الجمهورية وقيام الوحدة وقيام 26 سبتمبر على وجه التحديد، لأن الحوثية على النقيض من هذا تماما، ومعنا تجربة معهم طويلة جدا. لن نتكلم عن التاريخ القديم منذ مجيء الرسي وحتى ثورة 62، ولكن على الأقل منذ يونيو 2004 وحتى اليوم منذ انقلابهم الأول على الدولة، رأينا كم من الدماء التي سالت وكم من الجماجم التي كومت واستردت فيها هي الأدبيات الثقافية والدينية لهذه الجماعة.